آيسي كروم في موضوع التراث الثقافي، انه يستاهل يسجل ما يستاهل يسجل. هي صاحبة القرار الفني دكتورة آزر سهيل إيطالية الجنسية، هي رئيسة قسم تدريبها. إذن أشخاص مهمين حضروا بالعتبة، وصار اجتماع وصار مداولات بين أيضا وفد من وزارة الثقافة، وفد من وزارة الآثار والتراث، وكل كان الكلام إنه أين التحديات، وهل نقدر نسجل هذا المبنى، أو هل يستحق التسجيل أولا حتى نسجله، وما هي الصعوبات إلى آخره بالنسبة إلى مبنى العتبة العلوية. قدموا التقرير، استلمت الوزارات هذه المعنية التقرير بنهاية آب 2014 في مركز الإقليمي يونسكو في البحرين. وكان أنا قلت أخلي نص التقرير وإن كان ما يقرأ، لكن أنا راح أقول لكم أهم الجمل الموجودة به بتعبيري الخاص، إنه هذا الوادي السلام والمرقد والمدينة القديمة شيء واحد غير قابل للتجزئة. يعني ما ممكن الآن نجي نمضي قدما في أن نقول وادي السلام بدون الكلام عن علي بن أبي طالب، لأن يعني وادي السلام هو شنو سر الأهمية مالته، هو علي بن أبي طالب جواره. نعم، اثنين من حكينا عن علي بن أبي طالب، ما ممكن نغفل الآن الطبيعة الثقافية للنجف اللي بيها حوزة دينية وبيها دراسة ومكتبات ومدارس وإلى آخره، فضلا عن المرقد مالته بما يحمله. قالوا إحنا أيضا يعني جيد أنه المرقد لازال محافظ من القرن السابع عشر بالكتلة مالته، بالأبعاد مالته، بالنقوش مالته، هذا شيء مشجع أنه ممكن يدرج ضمن القائمة. ولكن أمامنا مشاكل. ما هي المشاكل؟ خلي أروح إلى المشكلة اللي أنا حبيت أبينها بهاي الصورة. هذه الصورة اللي تشوفوها هو مرقد الإمام. طبعاً هذه الصورة مأخوذة من ارتفاع يعني من الجو، وهذه الكتل الحمراء، يمكن هاي الصورة هم شوية قديمة يجوز لازم نحدثها لأنه كثراً الحمد لله والشكر، وخصوصاً أيضاً من جهة وادي السلام. طبعاً أنا لاحظت أنه حتى الكثافة هنا أكبر. هذه اللي يزور هذه المدينة الآن ما راح يقول أنه هذه المدينة هي لها مثلاً هوية اسمها علي بن أبي طالب، ولا هي أصلاً بنيت بعد دفن علي بن أبي طالب. ليش؟ خلي أنا أقول نص كلام الخبيرة الإيطالية، نص كلامها، وهذا أنا أخجل أن أقوله في هذا المحفل، يمكن قايله يعني سابقاً، آزر نفسها، آزر سهيل، قالت مع الأسف أنتوا قزمتوا الإمام. أنا أقول هالكلام يعني بالإنجليزي، قالت أنا أترجع، قزمتوا الإمام، صغرتوا. يعني يجي الآن غريب يشعر أن الإمام، قالت لأنه شنو؟ الإمام مو بس بالكتاب، الإمام الآن أكو شخص مادي موجود، هو شنو اسمه؟ قبة الإمام ومرقد الإمام. الآن من يجي أي شخص غريب من يشوف هذه فنادقكم وكذا، يعني مصالحكم الآن كأنه عبرت على الإمام وقدسية الإمام. وثنت كلامها وقالت الإمام ليس لكم فقط، أنا أقول هذا للتاريخ وهي الكاميرات قاعد تسجل، ليس لكم فقط، الإمام شخص عالمي، العالم كله يعرفه والعالم كله يتمنى يجي يزوره ويشوفه. لهذا الحقيقة هذه هي المشكلة اللي موجودة، هذه الأبنية، وأيضا هذا المشروع اللي الآن مشروع الخطير على النجف، التجديد الحضري اللي قدم من قبل مكتب ديوان. الآن هذا يحيط أصلا المدينة بسور من فنادق، هالمرة ذا احنا معترضين على كم فندق متفرغين. الآن هذا إقرار، هذا الآن تشريع قانوني، هذا بتعرفون مشروع إذا كمل وأقر هو صار تشريع قانوني. تلاحظون هذا الآن المقطع مأخوذ من هذا شارع زين العابدين عليه السلام، فنادق بارتفاع 22.5 متر راح تقضي تماما على المشهد. وهذا اللي كان الناس من يجون يصورون الرحالة وغيرهم وكذا، راح يقولون هذه مدينة بلا هوية، لا مثل فلورنسا في إيطاليا اللي يشوفوه على اليسار، ولا مثل يزد في إيران بهذا الشكل، لا شرق لا غرب، إنما هذه مدينة حقيقة كلها مصالح وتجارة ووظائف. يعجبني أختم كلامي بفيلم إذا الرحمن الرحيم، هنا الأرض المشرفة، نجف الولاية ومقراس الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي سيرني في بلاده حتى أقدمني حرم أخي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلنخضع مرددين، الحمد لله الذي أدخلني هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه. أنت أرض الخلود
منذ مئات السنين حبيب ولي الله الأعظم، وقد احتضنت بكل تواضع وعرفان مولى الأتقياء، فحباك الله بخضوعك مقاما رفيعا بعظماء سكنوك وعلماء جاوروك، فعرفت بمدينة العلم والفضيلة. آه كم شهدت أزقتك من جهاد وعناء، ونغمات ورد ودعاء، ودموع سكبت ودماء، وأشواق ولهفة للقاء صاحب اللواء. من بيوتها سطع نور الإيمان منها، وعلى أبوابها تدافع الخلان عليها، وزوار وضعوا آلامهم بين جنبيها، فأصبحت ديارك مأوى العارفين بأبوابها المزدانة، بأدخلوها بسلام آمنين. ونوافذك المرصعة بكل عناية وثمين، وشناشيرك التي تتخللها ألوان أنوار معين، وأعمدة ازدانت لتحمل أثقال السنين. ولجمال شرفاتها حديث الأيام والسنين. إليهم يا نجف، من أين لنا مثلك؟ يهدينا خطوة خطوة إلى لقاء المحبوب، ويرشدنا بثقة إلى عظمة المسلم، وقلبنا مطمئن ونفسنا معدة إلى جنان سيد العارفين. هناك الأصوات تردد فداك يا أمير المؤمنين. وأسفاه يا نجف، ما حل بحريمك؟ ماذا أصابك؟ أين ريعانك وجمال منظرك؟ حتى أكلك الزمن وقهرك التعب وأعياك القدر، وجار عليك من ليس له قدر، فكأن وادي السلام امتدت يداه ليحتضنك. أين أزقتك المتواضعة وأبنيتك الخاشعة وبيوتك الخاضعة، حيث كان في كل زاوية أثر، وبين ثناياك حديث القدر من باب انكسر، وشناشيل حرم وشباك انقبر، وعمود اندثر، وسرداب انطمر، وذكريات محقها من لا يعتبر. أأنت تلك الأرض التي رنا إليها مولاي فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها. أأنت تلك البقعة التي دعا نبي الله نوح عليه السلام والطوفان يعصف به فقال: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أأنت الأرض المباركة التي تهبط القلوب المتلهفة الوالهة لتضع فيها أوزار العناء؟ أأنت النجف الخالدة بميراثها منذ مئات السنين؟ ولكن غيرتك الأعوام الأخيرة بالجهل والتقصير والعدوان، فبالله عليك قولي إلى أي طرف تسيرين، وإلى أي مجهول تنحدرين، وأي مصير تريدين. يا حرم ولي الله، امسحي عن وجهك غبار ظلم الأعداء وجهل الطامعين والغرباء، وأعد نفسك لاستقبال المتعبين من الزوار والسائلين الفناء. إياك أن تحرم عشاقك من رؤية قبة مولى المحبين، من زواره المثقلين بآلام السنين. وعودي رافعة الرأس بقبة أمير المؤمنين، شامخة فوق كل معتد أثيم، واصطعي بجمال منظرك الرزين. أؤمن صادقا أنك ترددين مع صدى آلاف من زائري المقام، تقطأ كل شريف لشرفكم، وخضع كل متجبر لعظمة مقامكم. نعم
أعلم أنك لن تنسي الهائفين من الزوار واللاجئين لحريمك من الأحرار بالقول محتجبا بذمتكم. أختم بجملة يعني ولو أكيد أخذت أكثر من الوقت وأسف يعني هذا الفيلم أيضا شوية أثار مشاعركم. أنا عرضت هذا الفيلم في آخر اجتماع حضرت اليونسكو حول موضوع المرقد وادي السلام كان في المركز الإقليمي في البحرين في آب 2014. كونوا على ثقة يعني هز الحاضرين هز يعني شفت كثير من العيون دامعة وهم كانوا خبراء قسم من مصر قسم من سوريا قسم من كذا ولكن الحمد لله أكو ناس مسؤولين كانوا حاضرين ومباشرة طلبوا نسخة من الفيلم مثل رئيس هيئة الآثار والتراث أستاذ قيس حسين رشيد رئيس اللجنة الوطنية اللي أنا عضو بيها وكذلك المعاون الفني لمحافظ النجف وكذلك مسؤولين الدوائر ولكن يؤسفني من آب 2014 لحد الآن هذا الفيلم أثار العاطفة لكن ما شفنا أي إجراء إلا شيء واحد لازم يعني أحييه وأثني عليه وهو قرار مجلس المحافظة في ورقته الإصلاحية الفقرة رقم 9 اللي كان أستاذ فارس والمتظاهرين وجزا الله كل واحد ساهم بحرف ولو في هذا وهو محاسبة كل المتجاوزين أخواني في هذا الاجتماع الأخير كان هناك نوع من الاستسلام لا تستسلمون لا تخلون المتجاوز يكون عمل مشروع خل يبقى متجاوز وإن ما قدرنا نهدمه والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتور علي ناجي على هذا العرض وأحب أن أضيف نقطة أعتقد أنها مهمة جدا أن حجم المشكلة المأساة التي نعرضها الآن هي كانت أصغر بكثير قبل 10 سنوات وستكون أكبر بكثير بعد 10 سنوات يعني استعجالنا في معالجة هذه المشكلة قبل مرور وقت أكبر للخراب هو سيكون من صالح الحل ومن صالح ما نرمو إليه أو نرمي إليه. شكرا جزيلا. الآن نستمع إلى نص المبادرة. يتفضل الدكتور كاظم عودة لقراءة نص المبادرة. مشكورا. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنادى عدد من الأدباء والنخب النجفية لإطلاق مبادرة لإنقاذ المرقد العلوي والهوية العمرانية للنجف الأشرف بالتزامن مع جلسة الافتتاح للموسم الثقافي الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف. ارتأت اللجنة أن تضع نقاطا مهمة إليكم هذه النقاط سادتي. أولا وضع حد للتجاوز على المشهد العلوي المقدس من الأبنية المحيطة به ومحاسبة المتجاوزين الحاليين ووضع حل عمراني ينفذه ويعيد له بروزه ينقذه ويعيد له بروزه وشخوصه بين الأبنية من مسافات بعيدة. نطالب بتفعيل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل وقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وكل تشريع آخر نافذ يسهم بأن تضع الدولة اليد واستملاك العقارات ذات الملكية الخاصة التي تملك قيمة تراثية وجعلها ملكا للدولة العراقية مع معالجة الجدوى الاقتصادية لهذا الاستملاك بما يشجع الاستمرار في هذا الموضوع الوطني الكبير. 3 ضرورة إصدار تشريعات تحصر صلاحيات الموافقة على إجراء تغييرات في واجهة المباني بجهة حكومية متخصصة لها حق فرض العقوبات على المخالفين. 4 العمل على الحفاظ على المباني التراثية والتاريخية في محافظة النجف الأشرف
وتفعيل التشريعات التي تكفل ذلك مع إصدار تشريعات جديدة بحسب متطلبات هذا الحفاظ، بما في ذلك إنشاء عدد من الشواخص العمرانية الجديدة في النجف الأشرف تمثل الهوية التراثية النجفية العراقية، ولا سيما ضمن حدود المدينة القديمة المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام. 5. إصدار التشريعات اللازمة لجعل المدينة القديمة بلدية قائمة بذاتها، نظرا لما تختزنه من تراث عمراني وثقافي كبير بحاجة إلى متابعة وإشراف واسعين. 6. أن تبادر المؤسسات والشخصيات المهتمة بالشأن العمراني وتراث المحافظة وخصوصيتها الثقافية لتأسيس جهة رسمية حكومية أو غير حكومية تكون ممثلة لتراث النجف العمراني والثقافي، وتكون المرجعية الاستشارية في شؤون هذا التراث العظيم. 7. نطالب مجلس المحافظة بإصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الهوية المحلية والثقافية للنجف وتراثها. 8. حث وسائل الإعلام النجفية والعراقية وكل وسائل الإعلام، أنا أضيفها، نعم ليس النجفية فقط، والإعلاميين الناشطين في المحافظة والمؤسسات الثقافية والمثقفين وصناع الرأي العام على تشكيل قوة ضغط دائمة لحماية ما تبقى من تراث المحافظة ورفع التجاوزات الحالية المسيئة له. 9. ابتكار وسائل توعية للشباب والأطفال في النجف لاحترام هويتهم العمرانية العريقة وحمايتها، مع نشر قيم التراث الثقافي لمدينة النجف الأشرف بين أبناء المحافظة والوافدين إليها، وضرورة العمل على تعريف المواطنين بأهمية التراث والحفاظ عليه ليس بأهميته فقط، والتركيز على إبراز هذه المواقع مثل الصوباطين، البيوت التراثية، المدارس الدينية، المكتبات القديمة والخانات. 10. القيام بمجهود حكومي ومدني كبير لغرض رفع شعار إدخال المدينة القديمة ضمن مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، وتوفير متطلبات هذا الهدف الحضاري المهم، وتنظيم استراتيجية واضحة من أجله بتخطيط متخصصين ومهتمين. الأخيرة، التركيز على أهمية عد التراث النجفي مصدراً إضافياً للدخل القومي للمحافظة عبر إعادة إحياء أزقة المدينة القديمة ومبانيها واستثمارها بشكل ينسجم مع أسس التعامل مع المدن القديمة في العالم. والسلام عليكم. شكراً لدكتور كاظم. فقط نأخذ أسماء المداخلين. شكراً، تفضل دكتور حسن. سعدتم مساء أصدقائي. بسرعة، كنت في باريس في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، واجتمعنا سوياً مع حوالي 10 كراسي يونسكو هناك، ودار حديث عن النجف هناك. في السنة الماضية التقيت كما يعرف الدكتور علي ناجي بسيدة جرالدين، وتحدثنا أيضاً عن هذا الموضوع. في باريس قيل لي أن كتاباً عن النجف سيصدر باللغة العربية والإنجليزية، ربما صدر الآن، لكن المشروع امتد لسنتين أو أكثر، لي فيه بحثان، أحدهما كلاهما عن النجف، لكن أحدهما يشدد على الموسوعات التي كتبت عن النجف، والثاني عن علامات النجف، لماذا اتخذت النجف بعد سقوط صدام حسين هذه العلامات، أسماء الشوارع، الأبنية، المؤسسات، هناك استحواذ رمزي على الأمكنة في هذه المدينة.
هو أيضا استلاب آخر للمدينة غير الاستلاب الذي تحدث عنه الزميلان الأستاذ زهير شربة والدكتور علي ناجي. الخلاصة التي أريد أن أقولها أنني في بحثي عن الموسوعات التي كتبت عن النجف طرحت سؤالا وبقيت أفكر فيه، لماذا هناك موسوعات عديدة كتبت عن هذه المدينة؟ كباحث لا أسوغ الأمور ببساطة، أريد أن أفكر لماذا هناك موسوعات تجتر بعضها خاصة لا جديد فيها. طرحت هذا السؤال على نفسي في البحث وأجبت عنه بعد مداولات مع أصدقاء ومصادر وكذا، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن كثرة الموسوعات منذ موسوعة جعفر محبوبة إلى موسوعة حسن الحكيم عن النجف هي اشترار للمعلومات نفسها، ليس اشترارا فحسب وإنما هي تحدي للمخاطر التي تواجه هذه المدينة، كأنما المدينة مهددة بهويتها، المدينة مهددة بتراثها وتريد أن تؤكد نفسها بطريقة. في أيام الدكتاتورية الطريقة الممكنة الوحيدة هي أن تؤلف موسوعة، ليس هناك إمكانية، ومدينة تواجه خطر المحق والسحق وهدم التراث، ليس لها طريقة سوى أن يؤلف أبناؤها موسوعات عنها يؤكدون حضورها. المخاطر التي تتهددها الآن مخاطر أخرى في أيام الديمقراطية، هذه المخاطر إذا كانت ممثلة أيام الدكتاتورية بالدكتاتورية نفسها، هذه الأيام للأسف يمثلها أبناؤها، أبناؤها الذين يقيمون أبنية تعلو على قبة الإمام علي وتشوه منظر المدينة. هذه المسألة أقولها لكي نتحمل جميعاً مسؤولية ما يحدث لنا، إذا كنا نلقي باللائمة على الدكتاتورية الآن نلقيها على أنفسنا نحن. شكرا. سؤالان باختصار، السؤال للأستاذ زهير شربة، من هم هؤلاء أصحاب الاتجاه الأول المحافظون التقليديون، ومن المحدثون؟ نحن دائما نعيش صراع المحدثين والقدماء. دكتور علي ناجي، السؤال لك، ما مصير هذا المشروع؟ سنتين نتحدث به مع جيرالدين، مع اليونسكو في باريس، التقينا بهم في عمان أيضا، ماذا بعد ذلك؟ ما مصير؟ هل ستسجل دار السلام والضريح في لائحة التراث العالمي؟ الله شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين. دكتور عباس فحام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا للسيد رئيس الندوة والسادة الباحثين، وشكرا للحضور الكريم. حقيقة أنا يعني سأمضي إلى الأسئلة مباشرة بما أنه لا وقت لدينا، بس مقدمة بسيطة لثواني. أعتقد أن النجف تكاد تفقد هويتها الثقافية، ولولا تأسيسها القوي كمدينة ثقافة يعني بحكم أهم رمز ثقافي هو الحوزة الدينية الشريفة اللي انبثقت منها يعني الشعراء والعلماء والمثقفين بمعناها الدقيق أيضا في غابر الأزمان وإلى الآن. ربما في البداية كانت رموز الثقافة في المدينة موجودة متمثلة بالمكتبات، بالمدارس الدينية المبثوثة في أطرافها الأربعة. الآن فقدنا ذلك، يعني الزائر الغريب الذي يأتي وهو يحلم بأن يرى رموز للثقافة ما موجودة فعلا، فلا رمز للمرجعية من جهة المادية، ولا مكان كبير للمكتبة كما هو نراه في المكتبات، أبنية ضخمة جدا، لا وجود للمسرح، لا وجود للمتحف، حقيقة ما لا وجود لرموز الثقافة. لذلك المعادلة صعبة فعلا. يعني حجي زهير حضرتك عرضت نقطة أثارتني فعلا، هي أنه هل المرقد وظيفة أم تراث؟ يعني أنا رميت بذهني أنه كان ينبغي أن لا نعول أو نقيد أنفسنا، كان ينبغي يعني جرأة أن نرمي بثقلنا خارج المدينة بالأبنية، تبدأ مثلا من ثورة العشرين، ونحافظ على هذا المكان المقدس فقط للزيارات والتراث. هذا ما حصل للأسف، يعني ما حصل. وكذلك دكتور علي أيضا،
ألا ترى أننا يعني بإلحاحنا هذا على اللهاث على قضية اليونسكو وكذا بصراحة نتيجة نقص أدنى؟ يعني ما الداعي لذلك؟ يعني أما يستلزم منا مثلا إعادة النظر الحقيقي قبل أن نذهب إلى العالمية؟ هو فعلا هي المدينة تاريخية يعني شكرا دكتور عباس. حاج مهد الصائغ، السلام عليكم أيها الحضور الكريم. أنا أثني على محاضرة الأستاذ وأخي الدكتور الأخ العزيز زهير شربة والدكتور علي ناجي اللي نقدموا دراسة مستفيضة، وأنا عندي ملاحظات. اللي ساهم بإفشال مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية هي الإدارة المحلية ومجلس المحافظة، وكان عندنا متابعة لهذا التراث العظيم مدينة النجف الأشرف، وكان عندنا تعاون مع دكتورة فوزية المالكي أجردنا جميع البيوتات النجفية والمدارس الدينية في مركز النجف والكوفة والحيرة والمشخاب، وهاي الدراسة موجودة. بس عندي ملاحظات، انه اريد احنا حلول نقدم. هذا الحكي قديم صار واكل عليه، انه نسوي مجمع للزائرين ونخفف العبء عن المدينة القديمة. هو المجمع اللي يربط بين بير عليوي وجبل الحويش، هذا اكبر مجمع نسويه للزائرين ونخفف الثقل اللي دا يصير على المدينة القديمة. وهذا المشروع انطرح استاذ صاحب شير علي، كان داعينا الى ندوة حضرناها واقترحنا هذا المقترح. الإمام علي عليه السلام يقول لا أمر لمن لا يطاع، يعني الحلول والمقترحات قدمت بس ماكو واحد ينفذ. والعتبة العلوية يعني إلها دور، وثبتنا عليها ملاحظات إنه البلدية تكون خاصة للمدينة القديمة مثل ما ذكره الأخوان. هذا المشروع انطرح سابقا بس ماكو واحد يستجيب مع الأسف. والعتبة العلوية يعني لو استعملت صلاحياتها الثقيلة سابقا وحاضرا ما كان يعني تستعمل هاي الإمكانية، لأنه الأمر إلها كان بهاي الأمور مال التوسعة والتنظيم والهذا. الدور هي راحت يعني مع كل الأسف، استملكت مكانات خارج الموقع اللي إحنا نطمح إليه، انه توسع للمرقد الشريف يعني المحيط. فاحنا اذا اريد يعني نمشي بهذا المجال ان نتعاون كل احنا، واحياء مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية كانت المعول عليها من الاموال ومن الجهود اللي باركوا بها ابناء النجف انه يمشون بهذا المشروع. بس مع كل الاسف اكو جهات داخلية وإقليمية وأجنبية حاولت إفشاء المشروع. شكرا أستاذ. لو إحنا تعاوننا لإحياء المشروع مسبقا، ومجلس المحافظة عند اجتماع وصدر أمر أنه لإحياء هذا المشروع، فإحنا خلينا نتعاون. إحنا تطلبون من عندنا تعاون، بس هاي اللي كتبتوها كل المطالب مع كل الأسف ما تتحقق إلا بإحياء مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية. والسلام عليكم. شكرا جزيلا حاج مهدي. الأستاذ تحسين عمارة تفضل. السلام عليكم. شكرا جزيلا الأستاذ زهير شربة. ما المانع في أن يكون حتى نكون بصلب المحاضرة يعني أيضا وظيفة وتراث. السور لم يكن معنوي فقط، السور الوحيد الموجود في العراق لا زال لحد الآن وطوله 135 متر لكنه مخفي بالبنايات الأمام. أستاذ دكتور علي، الحقيقة حتى الفيلم مرة ثانية يصلح، يعني أكو غلط إنه صورة السامرة مطلعيها هاي النجف على أساس هاي باب القاطول اللي هي عشط، أكو زقاق ظهر منه قبة هاي كاظمية، ما عدنا بالنجف زقاق تبين به القبة نهائياً. لا لا لا، صورة حقيقية نعم نعم نعم. السلطان أحمد ليس فيه نقوش مسيحية بل آيا صوفيا.
سامراء لم تكن المدينة العباسية، هاي الجامع الكبير فقط والملوية، المدينة الحالية هي محلة العسكر الحسن العسكري لأنه عاش بمحلة العسكر. المقبرة بالحقيقة ما موجودة من باب الطوس، يكفد نظرة مغلوطة يعني. هذه ساحة التوديع، هنا مو المقبرة. السبب بسيط، ماكو باب منها، من يطلعون؟ يعني أغلب المقبرة كانت باتجاه الميدان وشارع الكوفة. فالمدير يبحث، يبحث عن القبور القديمة، يبحث في هالمنطقة. نعم نعم نعم. الحقيقة وادي السلام تسمية دينية معنوية، يعني ليس وادي هو فالي، يعني مو وادي طبيعي وطبوغرافي، حتى نظرة الغرب يعني من تفسيره أنه هذا طبوغرافي. يعني هذا المرقد حقيقة بنى هو بالعهد الصفوي، 1600 صفي الصفوي، 1664 ميلادي، لكن البناة عراقيين. انت شوف هاي المنارة، المنارة الوحيدة عندنا بالعراق، هاي من العصر العباسي السلجوقي، مستحيل تلقى بإيران اكو منارة مثلها او باي دولة عربية، فمنارة عراقية. انتهى الوقت، شكرا جزيلا. شكرا استاذ تحسين. استاذ حازم الكعبي تفضل. السلام عليكم. شكرا اتحاد الادباء، شكرا سيد احمد، دكتور علي، استاذ شربة. اسمحوا لي أن أقرأ الرسالة التي وردتني. تقول: المرقد العلوي الشريف وفوضى الأبنية المحيطة به. فوضى؟ لم نسمع عن هذه الفوضى، أخذنا في موضوع آخر. ما تريده اليونسكو أنا لن أخوض فيه، لكن ذهب صدام. أين دور الحكومتين؟ كنا نود أن نسمع عن هذا الشيء. أين دور العتبة؟ أين دور جامعة الكوفة؟ هذا السؤال موجه إلى عبد الرزاق العيسى. أنت تقول لدي 13 لجنة شكلت أثناء النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، يعني هذين اللجان طفوهن، ما إلهن دور، ما إلهن نتاج، ما إلهن شغل. أخيرا، نعم فوضى، نعم فوضى، ونحن ضدها، لكن ارتفاع المباني هذا إلى علي ناجي، لا يقزم إلا القزم، وهذه قزمة لها مآرب أخرى، والدليل مكة فيها بنايات ترتفع عن النجف بمئات الطوابق، ولم يتحدث أحد عن أن هذا الارتفاع يخالف القدسية أو يغير القدسية. شكرا جزيلا. شكرا سيد علي العذاري. السلام عليكم. شكرا جزيلا للسادة المحاضرين وسيد رئيس الجلسة. كل التبريكات للأخوة الأعزاء في اتحاد الأدباء والكتاب باختتام موسم ثقافي حافل وانطلاق موسم ثقافي جديد مفعم دائما بالموضوعات البناءة ويفتتح بالموضوعات التاريخية والتراثية لهذه المدينة، كأن يكون هو رسالة حقيقية للمفترض على أن تكون فيه النخبة في مدينة النجف الأشرف، لا سيما أن هذا الموضوع غاية في الحيوية والأهمية. لكن وجود المبادرة اليوم إلى جانب الندوة، وإن كان هو إجراء عملي ذا جدوى كبيرة نتمنى أن يستمر، لكن نتمنى أن تفرد للمبادرة ندوة أو حلقة نقاشية أخرى تكون لإتمامة الموضوع، وأن يؤسس مشغل وملتقى يضم سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية عرض تفاصيل هذا الموضوع والاشتغالات السابقة عليه من بعض الإعلاميين ومن بعض النشطاء. تداخلت بعض الموضوعات، نتمنى لأن الموضوع طويل والموضوع مهم، لا سيما أن مدينة النجف الأشرف لها ارتباط عضوي بالمرقد المقدس وكان سبب وجودها. أتساءل مع الأستاذ الحاج زهير شربة، كانت قياساتكم سيدي الفاضل عن ما هو واقع الحال اليوم في نسبة الزائرين؟ الدراسات المستقبلية وفق الإحصاء السكاني إن مدينة النجف تتضاعف إلى 3 ملايين في عام 2025، وهذه دراسة أجراها باحث نجفي معروف الدكتور الخفاف على فرضيات هذه الدراسة، لو شاء دراسات أخرى فأنا أعرف القدر الكبير. المحافظات العراقية الأخرى هي أيضا تتضاعف، نسبة
جمهور أتباع مدرسة أهل البيت والمسلمين الذين يزورون المرقد هي الأخرى أيضا تتضاعف، فنحن إذا قرابة لا نغالي إذا قلنا نصف أو أكثر من مليار إنسان بمرور 10 سنوات يودون المجيء وتربطهم الصلاة الروحية بهذا المرقد المقدس. الآن نشتغل على ما هو موجود، متى نشتغل على ما هو قادم؟ ونحتاج أيضا إلى جهد منظم لمراجعة عقود الاستثمار وموضوعات التي منحت في المدينة القديمة خلافا لما معمول وخلافا للأسف حتى ما كان معمول في النظام السابق. وشكرا جزيلا سيدا. السيد نسيم المؤمن تفضل. بادئ القول أن أشكر الاتحاد في توجيهه للدعوة للباحثين الكريمين، والشكر موصولا للباحثين في استجابتهم لهذه الدعوة. قديما تعتمد النجف الأشرف على 3 ركائز أساسية، وهي المرقد الشريف والمقبرة العتيدة والحوزات العلمية والمكتبات. الآن دخل ما يسمى بالرأي العام، وما أتينا هنا إلا من أجل توسيع قاعدة الرأي العام، وهذا شيء حضري. السؤال للباحث الأول الأستاذ زهر شربة، ما هي المساحة المطلوبة للتوسيع؟ ما هي المساحة المطلوبة للتوسيع؟ وما هي عدد العقارات المشترات؟ وما هي عدد العقارات الباقية؟ وما هي رؤية الباحث؟ شنو يعني تطرق إلى 4 محاور، هو رأيته شنو بالتوسعة؟ السؤال للباحث الثاني الدكتور علي ناجي، ما هي رؤيتكم للتوسعة؟ وما هو حجم التوسعة المتوقعة والقادمة؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السيد علي والميالي أبو صامت تفضل. السلام عليكم، شكرا للمحاضرين. الحقيقة ربما ضارة تكون نافعة في بعض الأحيان. في أحداث 91 ما كان يصير هذا الشارع بين الإمام الحسين والعباس. طبعا بتلك الفترة القرار 12 رقم 12 لسنة 1900 طبعا أحد المشتغلين بعملية التهديم آني، يعني الششترلية ومدرسة الحكيم وهاي المناطق الشغلات الأخرى. اعتراف. اثنين، يعني النظام السابق الحقيقة استملك كثير من القطع الأراضي والدور والمحلات، وتوجد في هاي المنطقة كثير من الأملاك تعود لبلدية النجف، يعني منطقة الكرار رأس سوق الحويش، هنا ساحة الميدان، هاي المناطق الفنادق والعمارة، هاي عمارة البلدية، يعني هاي المنطقة كلها هي تعود قسم منها للدولة وتم استملاكها. ولكن أكو واحد من أصدقائي قال والله جريمة، ليش كركوك بيها 3 كافات وكربلة كاف واحدة؟ الآن خادم الإمام علي في طهران أكثر من مساحة الصحن الحيدري، يعني بأضعاف مضاعفة، يعني بصراحة يعني بهد. وطبعا حفيد الإمام علي مدينة الألعاب 40 دونم، يعني مساحة كبيرة جدا يعني الموجودة الحالية. تحدث الأستاذ المهندس زهير عن الفضاءات وتوسيع الصحن والمحافظة على التراث وكثير من العفو. الآن إحنا يجب أن نتحدث عن حصة الأجيال القادمة، يعني بزيادة عدد السكان اللي تحدثوا عليها، يعني الآن 36 مليون لربما بعد 10 سنوات يصير فوق 40، يعني هذا. فمسألة استملاك المناطق المحاذية للصحن مسألة مهمة جدا بالوقت الحاضر، ولذلك أنا أطلع كثير من الأمور في ذلك الوقت. كثير من تجار النجف وأهل النجف والمتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال التفوا إلى حسين كامل بذيك الفترة
لتوقيف عملية استملاك الدور. شكراً جزيلاً. شكراً سيدنا. شكراً سيدة ابتهال السميسي، تفضل. السلام الله عليكم. من خلال كلام السادة أن السبب الرئيسي في النجف المسؤولون مسؤول، هل اتخذت العتبة العلوية خطوات للحفاظ على مدينة النجف الأشرف؟ مثال على ذلك، في هذا الزمن احنا بأيدينا هدمنا الطارات، في هذا الزمن احنا بأيدينا هدمنا إيوان أو صوبات أبو طالب وهو من المناطق الأثرية والمكان الأثري الموجود عندنا. أود أنه أسأل الأستاذ زهير، أقرب بناية للحرم المكي كم تبعد؟ يعني البنايات الموجودة هنا، نحن هنا في مدينة النجف الأشرف ما اتخذنا قرار واحد، خماك واحد صدري، كعبة العصر موجودة قرب الإمام والتاف السياج عليها وما قدرنا أنه أي شيء أنه نزيله، وكلنا احنا نقول احنا في ضيافة الإمام علي. التقيت بوفد من الهند، كان هناك مجموعة من البروفيسورية موجودين في المعهد الفني، يعني كانوا جايين، فقلت لهم أنه شنو سبب التطور الموجود عندكم وإحنا دائما نستهزئ ونقول أن فلان هندي. قالوا أنهم لا يصدر أي قرار أيا كان إلا بموافقة الجامعة. إذن إلى الدكتور علي ناجي، وين موافقة الجامعة وما هو دور الجامعة في الدراسات؟ لماذا لا نتخذ دورنا في هذا الجانب؟ ويعني أكو فد شيء، أنه أنت قلت لحد الآن أنه 820 عقار أزيل من مكة، هل بإمكاننا أنه نزيل، ما لنا علاقة بكعبة العصر، أن نزيل محل واحد من المحلات؟ هل بإمكاننا أن نتخذ قرار ونكون نحن ضمن المسؤولية اللي موجودة أن نزيل طابق من الطوابق، أن نمنع الارتفاع اللي موجود؟ الكل ننادي نحن الإمام الحسين والإمام علي وهكذا، هذه الشعارات الزائفة. وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسرعة محورين، الأول يعني لكي نستيقظ من حلمنا الوردي، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، هذا أولا، لنحافظ على الوضع الحالي على الأقل لكي لا ترتفع مباني جديدة، يعني لنقوم بعدها بعملية المعالجة إن تمكننا في يوم من الأيام، وإن شاء الله نتمكن للمعالجة، لأن كما تعلمون للديمقراطية مخالب أشد فتكا من مخالب الدكتاتورية، سيقف بوجهنا رأس المال المستفيد، وسيقف الكسبة المستفيدين أيضا، وسيقف الزوار أيضا اللي يرغبون أن يسكنون ويقنون في مباني قريبة من الحرم وكذا وشي، دون الاعتناء بما نفكر به نحن. إذن هذه الأشياء لنوقف هذا الزحف، هذا المد ما أعرف شو نسميه، ومن ثم لعلنا في يوم من الأيام نستطيع أن نعالج هذا الأمر. هذا أمر. الأمر الثاني أمر الاستملاك. بال 2009 كنت في وفد شبه رسمي، يعني شبه رسمي مو رسمي، يعني أدباء فنانين صحفيين إلى إيران، فاستضفنا في العتبة الرضوية المقدسة، وكان أحد برامجنا في الإعلام العتبة، استضافنا دكتور ودكتورة وعرضوا لنا إعلانات وكذا وشغلات على الشاشة والداتا شو. أنا كنت أحد السائلين وكيف توسعت هذه العتبة بهذه التوسعة، يعني سبع صحون، الصحن الرضوي بهالمساحة والصحن القدس وكذا توسعة، وما زال بالتوسعة. يعني كان الجواب أنه اللي يجي يستملك أولا يأتي من جانب عاطفي، أنه تريد تسوي فضل على إمامك، هذا إمامك اللي تحبه والعالم راح يجي وشي، فهذا مجرد أن ترضى بالعرض مالتنا هو فضل وتجازى به، وتعلمون إحنا عندنا هذه الثيمة الطيبة. وثانيا يقيم الملك والعقار بقيمة قد تضاعف أو تعطى أكثر، يعني مجزية لكي. وثالثا وهو المهم جدا، أنه الصكوك بديهم، مثل ما تقول أنا قلت له علاقتك بيدك، يعني تناوش فورا، مأمن هو أنه ما راح يظل محتار ويوقف باب الدوائر ست شهور ويدرفع فلان موظف وينصب عليه فلان وعلا بهالشكل. والنعم منه والله إمامنا أزقن، بس إحنا ضيعنا فليساتنا وفلوسه. فهذه العملية أكو سوق للعراقيين يبيع سبح وشغلات كذا، بقى ملاصق يابو هذا قال وهذا ما رضى، إحنا قلنا له براحتك وإحنا ما نضغط عليك، ولكن الخدمات انقطعت عنك، ماي وكهرباء وشغلات دبر حالك،
وبالتالي يضطر أنه وهالشكل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ مان. ما قبل الأخير أستاذ علي البحراني تفضل. السلام عليكم. شكرا للاتحاد بالبداية، شكرا للجنة على المحاضرتين القيمتين. سؤال الدكتور علي ناجي، الدكتور اتطرق في بداية بحثه أنه راح يبين أنه البحثين متناقضين، بس بعدين راح نوصل إلى صورة واضحة أنه البحثين راح يتجهن لنفس المسار. الآن اللي شفته أنه بالبحثين لا زالت المشكلة أنه شلون راح نوسع العتبة العلوية ونحافظ على المدينة القديمة بنفس الوقت. يعني إذا تقدر العتبة تمر بمراحل التوسعة اللي يتطرق لها أستاذ زهير شربة، أنه من 1000 إلى 200 إلى 800، فلو تريد العتبة تمر بهاي المراحل شلون ممكن تحافظ على التراث الموجود؟ وشكرا. شكرا جزيلا. ختام المداخلات مع الأستاذ فارس حرام رئيس اتحاد أدباء النجف. أريد أن أتوجه بالسؤال للأستاذ زهير شربة. الكثير من الأصدقاء الأدباء ركزوا، وحتى من المهتمين عليه من خارج الأدباء، ركزوا عندما قرأوا مسودة المبادرة التي نشرناها في صفحات التواصل الاجتماعي على سؤال: أين يكمن دور العتبة العلوية في إيقاف هذا المد؟ وهل كان لها دور سلبي في وصول هذا الحال إلى ما وصلنا إليه؟ أنا سمعت هنالك بعض الأسئلة في هذا الطور، ولكن لم تظهر بهذه الصيغة الواضحة المباشرة. أنا أسأل بكل حب صديقنا الأستاذ زهير شربة الذي نشكره كثيرا على تلبيته دعوتنا، عن يعطينا فكرة عن دور العتبة في مثل هذه الأشياء. هل لها أين تتوقف صلاحياتها، وهل استخدمت قدرتها الاجتماعية في الإقناع، وهل حاولت، هل كان لها محاولات، أم أنها كانت جزء للأسف الشديد مما وصل إليه الحال؟ شكرا جزيلا. شكرا للمداخلين. الآن قبل أن أتيح الفرصة للمحاضرين للإجابة، فقط بودي أن أعلق على قضية ذكرت لأكثر من مرة، هي قضية إذا أردنا أن نطاع فيجب أن نأمر بالمستطاع، وهل أن لنا سلطة إصدار قرارات؟ أقول نعم، نحن نطلب المستطاع أولا، ثم أن لنا سلطة لإصدار القرارات هي سلطة الرأي العام وسلطة الشعب. إذا لم نتحسس هذه السلطة ستبقى المياه تجري من تحتنا. شكرا جزيلا. نترك الفرصة للأستاذ زهير شربة للإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني ربما بعض الأسئلة متشابهة، فربما تكون الإجابات متداخلة، صراحة أمر عليها سريعا. بالنسبة للدكتور حسن، الاتجاهات يعني احنا قلنا هناك ثلاث اتجاهات، هي الحقيقة هذه يعني لو نجي نجمع آراء المختصين، يعني ممن كتب في تطوير وتخطيط مدينة النجف الأشرف، نجد أن هناك اختصاصات متعددة، ناس مهتمين بالتراث بالتاريخ، ثم هناك ناس مهتمين أو اختصاص بالتخطيط الحضري والإقليمي، ناس مهندسين معماريين، ناس عندهم رؤى أخرى. يعني أكو أحد الأساتذة في جامعة الكوفة هو أستاذ بعيد عن الهندسة وبعيد عن التخطيط، لكن هو ربما أستاذ كتب في عنده رؤية، يعني كابن مدينة يعيش مشاكلها حالاتها. لكن إنه نشوف أنه أصحاب الاتجاه الأول، لو نجي نجمع هاي الآراء كلها، نجد أن أصحاب الاتجاه الأول، طبعا كل إنسان ينظر إلى الموضوع من وجهة نظره باختصاصه، نجد أن المؤرخين والمهتمين بالتراث وبالتاريخ وبالآثار هم دائما من أصحاب الاتجاه الأول اللي يردون يحافظون على الواقع كما هو عليه. وهذا موجود يعني الآن. أنا شفت يعني آخر مشاهدة إلي بشهر 11، كنت في لشبونة في البرتغال، ولشبونة مدينة تاريخية تعرفوها، أنت من تمشي في وسط المدينة تشوفها يعني مدينة تعبانة عمرانيا وسطها مركزها. شفت أنه شارع أحد الشوارع اللي هو في مركز المدينة
واجهة عمارة، واجهة بناية عبارة عن سمك 1 متر وراء فضاء أرض، وقفت وصورتها. وهاي شنو هذا الموضوع؟ الموضوع أنه هاي بناية كانت آيلة إلى السقوط، فإجوا يردون يحافظون على التراث والقيمة الأثرية لهذه البناية، فقطعوها قطع عمودي وأبقوا المتر اللي هو سمك المتر اللي على الشارع العام، والباقي سووا أرض، سووا يعني هدموا سووا بالأرض، راح يبنوا بناية حديثة عمارة بها كل المتطلبات، لأنه كانت البناية اللي أزيلت هي عديمة الفائدة، لا يمكن الانتفاع من عندها، فأزيلت بالكامل. لكن حتى يحافظون على التراث وعلى شو اسمه، خلوا بس الواجهة اللي قطعوها قطع كامل، وراح يربطون طبعا بمهندسين مختصين، فراح يربطون هاي الواجهة اللي سمكها متر بالبناء الحديث اللي راح يشيد. هذا يعني هذول الناس، لكن احنا هم ما عنده مشكلتنا، مشكلة الفضاء. هو الآن هي بناية موجودة في شارع، فما عنده مشكلة اسمها فضاء ويحتاج إلى فضاء، بين قوسين ما عنده وظيفة، ما عنده وظيفة، فهو عنده بناية يريد يستفيد منها فحولها. فيعني الآن اللي أوصل لأنه أصحاب الفكر الأول هم دائما المؤرخين واللي يهتمون بالتاريخ والآثارين. وبالنسبة للدكتور عباس المحترم أيضا، يعني هو إحنا من نقول المرقد وظيفة، لكن هذا لا يعني أن لا نحافظ على قيمته التراثية، لأنه إحنا واحدة من أساسيات يعني مثلا العمل في العتبة العلوية المقدسة تحديدا، أعطيك من تجربتي، إحنا أكو كان أكو معيارين، بعدين طورنا إلى معيار ثالث. المعيارين الأولين أنه أكو شيئين، أكو مرقد وأكو زائر. إحنا لازم نحافظ على المرقد ببناء الموجود، لكن مع القيام بأعمال الصيانة والحفاظ عليه. بنفس الوقت أكو عندنا زائر عنده متطلبات، لازم إحنا نعمل على تسهيل مهمة الزائر لأداء مراسيم الزيارة. هذه الفقرة الثانية تتطلب خلق فضاءات، خلق خدمات، لكن مو على حساب المرقد. المرقد يبقى هو بقيمته التراثية المعمارية التاريخية بكل ما إلها علاقة، لكن من نريد نقدم خدمات بسبب ازدياد عدد الزائرين، بسبب الحاجة إلى الخدمات المستجدة، هنا نجي نفكر في التوسعة وفي التطوير وفي خلق الفضاء وإلى آخره. إحنا أيضا حققنا موضوع ثالث، هو غير المرقد وغير الزائر، قلنا فكر صاحب المرقد. أيضا الموضوع اللي أحد الأخوان أثاره هو فكر صاحب المرقد. صاحب المرقد هو قيمة فكرية. إذن أين نحن من هذا الموضوع؟ حتى نحقق هذا المعنى نحتاج إلى متحف، نحتاج إلى مكتبة، نحتاج إلى قاعة محاضرات، نحتاج إلى مراكز بحوث، نحتاج إلى مراكز ترجمة، وهكذا. ولهذا وضع تصميم الأساس للمدينة العلمية. ربما أنتم ما مطلعين على هذا الموضوع، هناك أكو تصميم أساس للمدينة العلمية والإعلامية، يعني هالشكل، المدينة العلمية والإعلامية اللي تضم هذه الفعاليات اللي هي كان الهدف من عندها خدمة فكر صاحب المقام. يعني هاي نقطة أساسية. فإذا هي موضوع ما ممكن إحنا نفصل الوظيفة عن التراث. ولهذا نشوف أن تجربة الإمام الحسين عليه السلام، التطوير اللي صار، حقق وظيفة جديدة. يعني أنا أسأل سؤال، لو لم يجرى التسقيف، قد أكو اعتراضات عليه، لكن لو لم يجرى التسقيف للمرقد الحسيني الشريف، هل يمكن أن تقام صلاة الجمعة بهذه الأعداد الغفيرة؟ هناك شمس وهناك مطر وهناك حر وهناك برد وهناك هواء، إذن من نحقق هذا المعاني؟ إذن يفترض أنه نحقق الوظيفة المستجدة
مع الحفاظ على القيمة التراثية والمعنوية. بالنسبة للحج مهدي يعني ما أعرف كان اللي يريد يوصل له من مقدمته، لكن بس شيء واحد، الاستملاك هو كان أشكل على الاستملاك خارج الموقع. ربما أكو أخوان آخرين سألوا عن الاستملاك. الاستملاك طبعا إحنا أكو قوانين وأكو قواعد وأكو تخصيصات مالية وأكو لجان وأكو محددات كثيرة. أنت ما يمكن أن تشتغل بمعزل عن الدولة وقواعد العمل في الدولة والقوانين النافذة. يعني أنت مو دولة قائمة بذاتها وأنت تشرع لنفسك وأنت تشتغل بكيفك. لا، أكو قوانين وأكو محددات وأكو تخصيص مالي فقط. يعني هي وهي من معايب، يعني أكد أقول أنه هي من معايب القانون، أنه ينطيك مبلغ من المال بشهر التاسع ويقول لك 31/12 إذا ما صرفت رجعه. يعني هاي موجود، كل الأخوان العاملين في المؤسسات الدولة يعرفون هالشكل. فعندما يجي تخصيص 130 مليار بشهر التاسع ويقول لك 31/12 إذا ما صرفت ترجع لي، فأنت بهالحالة أكو تصميم أساس. أنت عندنا كان أكو تصميم أساس للتوسعة ضمن 90 متر، وبعدين أكو الآن المشروع المقترح الآخر يصير 90 يصير 190. فأنت من تريد تستملك لضمن 90 متر ماكو أراضي، ما حد يبيع، تطي سعر وتتوسل لما يبيع شو تسوي؟ ترجع الفلوس تروح تشتري بهاي الساعات. على أن يعني هاي حجي مهدي من قال ليش أنا أستملك خارج، فمن تشتري بهاي الساعات على أن أمام عدة خيارات. المهم الفلوس أنت استثمرتها، يعني هذا التخصيص استثمر بكرة اتطورت أنت في عملك وراح تنشئ في حي السعد مكتبة، مدرسة، مستشفى. فبها ما قدرت أن تنجز واعتزت فلوس إلى صار أكو عندك أملاك تبيعها وتجي تشتري. يعني أنت ما سويت شيء أي بعدين تبيع هذا وتجي تشتري. يعني المهم هي ما بيها فد ضير أنه أنا عندي فلوس الآن وأريد أشتري هذا الملوك بدورة الصحن وما حصلته أروح أشتري بحي السعد. الآن يعني هذه نسميها سياسة الإدارة. سياسة الإدارة أنه أنت لازم تقود العمل بالشكل اللي يخدم المكان. إذا تريد تخدم المكان قدم رؤى، تقدم أفكار، تقوم بهذه الأعمال. لكن مو كل واحد يستطيع أن يهضم هذه المعاني أو يستوعبها أو يفهمها، فيستغرب أنه ليش اشترينا مثلا خارج ال... يعني أستاذ تحسين الجمع بين الوظيفة والتراث وأنا تكلمت عليه، يعني فعلا إحنا هو لازم هذا تحصيل حاصل. بالنسبة للأستاذ حازم الكعبي، بالنسبة لحازم الكعبي العنوان، يعني أنا أعطيك فد مثال. يعني أنت سؤالك أنه العنوان والموضوع اللي تكلمنا هو لما إحنا عندنا مشكلة، لنفترض أنه الآن عندنا مشكلة تربوية اسمها هناك أمية في المجتمع العراقي في صفوف الشباب من 6 سنوات إلى كذا فئة عمرية معينة. ما حد من يختلف على هذا الموضوع، أحد يقول ماكو أمية، وأيضا ما حد يقول أنه يجب أن نبقى على هذا الواقع، لازم نطور. إذن مهمتنا إحنا كتربويين شنو؟ أن نضع حلول لمحو الأمية. نفس الشيء إحنا الآن متفقين أنه مدينة النجف تعيش واقع عشوائي في موضوع المباني المحيطة. انتهينا، هذا هو العنوان. مهمتنا الآن نضع الحلول. فالدراسات اللي تقدم يعني هي حلول مقترحة لهذا العنوان. يعني نعم، والمبادرة يعني مو أنا متفق على العنوان. إذن ما أجي أبحث وأأكد لك وأعطيك بالبرهان والإثبات أن هناك عشوائية، هذا متفقين عليه. ولهذا عقدت الندوة لعلاج في البحوث هي كانت تضمن، وربما هناك
مستقبلا راح ندوات اخرى، هي علاج لهذه الحاله اللي هي نسميها العشوائيه. واضح استاذ حازم؟ بالنسبه للسيد علي العذاري، يعني الاحصاءات الموجوده، احنا عندنا احصائيه الان قامت بها الشركة المعنية بوضع التصميم الأساس لمدينة النجف الأشرف لعام 2030، وضعت احتياجات شركة ديوان، شركة ديوان لا يعني هم مهندسين عراقيين بالإمارات موجودين، محمد الأحسن وجماعته يعني الأخوان عراقيين مقيمون، واضعين دراسات إحصائية تقول ل2030، يعني ل2030 أكو هذه الدراسة، أنه يعني واحدة من الدراسات الإحصائية الموجودة أنه دورة الصحن، يعني المنطقة الكثافة السكانية لعدد الزائرين راح يفترض أن يكون في اللحظة الواحدة 600,000 زائر، في حين إحنا إحصائياتنا الآن تقول إحنا ما عندنا أكثر من 200,000 زائر، يعني فيما إذا أنجز صحن فاطمة الآن في الوضع الحالي 15,000 زائر، 10 دورة الصحن وخمسة داخل الصحن، و200,000 زائر يحتمل إذا أنجز صحن فاطمة. لكن إحنا لألف 2030 سنة الهدف اللي هي الدراسة قائمة تريد 600,000 واحد، فإحنا لازم نشتغل من الآن إلى 2030 لازم نحقق هذا الرقم حتى نحقق خدمة للزائر، وإلا إحنا ما راح نسوي شيء. يعني هذا هو شو اسمه مشروع التسعين، والنعم هو اللي لحد الآن ما منفذ، وال190 اللي هو المرحلة الجديدة مال ديوان. نعم لا ثلث السوق الكبير، ثلث السوق الكبير أي نعم هالشيء. هو كل يعني ما يقول هاي إيه وهاي لا، كلها شيء، بس مو يقول لك هدمها، يعني هو ما مو على موضوع الإزالة، وأنه أكل المنشآت أو الأبنية التراثية يمكن أن تطوع اللي ما حولها، يعني أنت هاي شو اسمه تطوعها بالشكل اللي يكون أنه يتناسق حضريا وإقليميا وتراثيا وعمرانيا مع ما حواليه، يعني مع الحفاظ عليه. ماكو بالدوزر لا. بالنسبة لسيد نسيم، ما هي المساحة اللي تكلمت عليها؟ يعني 90 متر في الوقت الحاضر، 190 متر في المرحلة الثانية مع هاي الدراسات الإحصائية. الزمن 2030 سنة الهدف بالنسبة لآخر دراسة الموجودة 2030. سيد أبو حامد أبو صامد العفو، طبعاً حصة الأجيال أكيد يعني هي هو هذه الدراسات كلها تتعامل مع السيدة ابتهال، يعني أنا تكلمت عن دور العتبة وهو هذا دور العتبة، يعني الحفاظ ويعني ضمن أعتقد 820 عقار اللي ذكرتها هي في المدينة وليس في مكة، يعني أنا قلت قص هم يعني هم ما عندهم موضوع المسافة، هم بالنسبة للمدينة. أنا نذكرت مثال قصة نجاح كمثال للمدينة المنورة، هم التحقيق اللي هو كنت أنا أريد أوصل له الفضاء، تحقيق فضاء لتأمين 2,000,000 مصلي في آن واحد، يعني هم يردون يأمنون 2,000,000 مصلي في صلاة الجماعة الشكل. الآن بموجب تصميمهم حاليا عندهم 800,000، وإذا انتهوا من هاي التوسعة راح يضيفون 800,000، يعني البعد عن بين الجدار، جدار المرقد الحالي المساحة المسجد 10 مرات. لا عندي الجدول يعني موجود، يعني ما قريت لكم إياه الحقيقة استعجالا. قريت هذا الجدول. بعد التوسعة اللي هي هاي إذا كبرت شو اسمه يصير 235,000 متر مربع. طبعا للمعلومات حتى تصير عندكم صورة للمقارنة، صحن فاطمة 600,000 متر مربع، صحن فاطمة إذا صار عندنا
الحالي صحن فاطمة اللي دين ابني. نعم. الحالي يعني أقول صحن فاطمة الحالي اللي من باب العمارة إلى صافي صفا مساحته 600,000 متر مربع حتى تصير بصورة فذاك. نعم. لا لا هو حالي البناء الحالي اللي أخذ شكله النهائي أخذ شكله الآن أخذ شكله هو. حتى نستثمر الوقت بس. نعم. يعني رجاء المساجلات نتركها حتى نستثمر الوقت. بس أجاوب بعد. أي اللي هو. أسئلة متشابهة. أستاذ معنا. كملنا. أستاذ السباح. 600,000 متر مربع. لا شلون؟ العفو 60,000 متر مربع آسف 60,000 متر مربع بخمس طوابق أضربة في خمسة يعني 60,000 في خمسة 60,000 بخمسة نعم 400 في 120 يعني 400 في 120. بالنسبة لأسلوب الاستملاك في إيران وتقول يعني شالين الصكوك موزعون، أنا قلت هاي سياسة دولة يعني سياسة دولة وسياسة يعني أنت ما ممكن أن تشتغل بمعزل عن طريقة الاستملاك بالنجف هنا أنا بالعتبة العلوية بثانية واحدة إذا يسمح للسيد رئيس الجلسة، هو أنه تجيك تخصيصات من ديوان الوقف، ديوان الوقف يأخذ التخصيصات من وزارة المالية، وزارة المالية بموجب الاتفاق مع وزارة التخطيط وهالروتين تخصص أموال، هاي الأموال ما ينطوك إياها يعني ديوان الوقف ما يسلمك فلوس وإنما دزلة معاملة، هاي الأرض اشتريتها قيمتها 100 مليون دزلة المعاملة، طبعا تجي الموافقة عليها تطلع لجنة من المحكمة من القضاء تقرر البيع لأنه يسموه بيع رضائي وليس بيع إلزامي أو شو اسمه بيع رضائي، فأصحاب الملوك يقولون إحنا بعنا والعتبة تقول اشتريت، توقعون عقد بالمحكمة، المحكمة تقرر البيع تطلق البيع يكتبون إلى ديوان الوقف دزونا 100 مليون، فديوان وقف يدصك إلى المحكمة وليس إلى العتبة، حتى هذا من يقول شايل العلاقة ويوزع صكوك، فالمحكمة تدز على أصحاب طبعا كل أملاكنا إحنا تعرفون بالمدينة القديمة ورثة ماكو مالك واحد، فهي الغرض من عندها حتى لا أحد الورثة يعترض، دائما يصير أكو يعني صارت حالات أنه تجي امرأة تقول أخويا جبرني إلا تبيعين وأني ما أدبيع من هالقبيل، فيصير إكراه حتى ليصير إكراه ليصير جبر، فالمحكمة تسمع كل أطراف العقد اللي اسمهم موجود بالقسام الشرعية وتوزع كل واحد حصة تطيب إيده كل واحد تطيب، فهي إجراءات أعتقد يعني تحتاج إلى 6 أشهر فعلا هي 6 أشهر. نعم 6 أشهر. نعم يعني إحنا بالتجربة كانت تأخذ 6 أشهر، فماكو يعني هاي طريقة إيران يعني هم عندهم تشريعهم يعني هذا. بالنسبة أستاذ علي أيضا نفس الموضوع أراد السقف الزمني. أستاذ فارس السؤال الأخير، أين يكمن دور العتبة في إيقاف المد وهل لها دور سلبي؟ أعتقد أني وضحت يعني دور العتبة هي العتبة يعني ليس لها سلطة قانون وهي تعمل بالقوانين السائدة والنافذة، لكن دور العتبة يمكن أن يدفع بالمشروع من خلال العلاقات الشخصية مع أصحاب القرار، يعني أنتم تعرفون من هم أصحاب القرار، هو من قال لأحد أن العتبة راضية؟ أعطيك مثال واحد يعني أحد الأخوان الذي بنى فندقا بارتفاعات عالية وعندما الناس انتقدوه صاحوا عليه فإجا للعتبة يريد يبيعه حتى يخلص من هذا، فأنا شخصيا كلمت وياه قلت له لو نشتري كل النجف فندقك ما نشتري، قلت له يعني قلت له لسبب واحد، قلت له لأنه الآن هو مو ضمن 90 متر، فأنا حيث أنه مو ضمن 90 متر ما نقدر نفلشه لأن إحنا نريد نفلش ضمن يعني عملية هدم ضمن 90 متر، زين أنا أشتري وهالدور الحكي يصير يعني أنا راح يكون إقرار لهذا الارتفاع
ضمني من العتبة، لكن لو ضمن التسعين متر هاليوم أشتري حتى باشر أفلشه نفس هالشكل. فهذا يعني نعم حتى ندوات تمام صارت يعني، بس ربما أستاذ فارس يريد على مستوى إعلام يعني هالشكل. بس هذا يبقى السؤال الأخير اللي إجا مكتوب يعني ما أعرف تقرؤه وسام رشيد مع أقر السؤال، ما هي آلية التعامل مع أصحاب الفنادق في حالة إزالة مبانيهم باعتبار أنها تسبب قطع أرزاقهم؟ شوف يعني هاي مشكلتنا، إحنا نجي نضع المشكلة قبل ما بعدنا قبل الحل وقبل الحل نضع المشكلة، يعني نتصور أنه هناك مشاكل. أنا يعني ماكو واحد يضع تصميم لمدينة أو لموقع معين بالمدينة ما يأخذ هالمواضيع بنظر الاعتبار. إحنا ليش رأسا نظلم الأمور ونتوجس ويصير عندنا خيفة؟ لا، إحنا بالتأكيد أي مصمم من يجي يصمم يأخذ باعتبارات المصلحة العامة، مصلحة الناس، وهي الأمور أخرى. وبالأخير عند التطبيق ربما تنشأ بعض الأمور يمكن أن تعالج. فواحدة من الأشياء أنا ذكرتها في حديثي أنه إحنا عندنا مشكلة في خلق البديل، يعني في ضربت مثال سوق العباشية، عندما تريد الزيلة ما عندك بديل وهنا تصطدم بمصالح الناس وأرزاقهم. فخلق البديل مسألة أساسية ربما أخرها الاستثمار وتعقيدات الاستثمار بالمدينة. أشكر استماعكم وآسف لإطالة. شكرا جزيلا أستاذ زهير. تفضل الدكتور علي. نعم يعني راح أختصر لأنه أدري أن طالت الندوة ودنيا باردهم، فراح أجاوب اسمحوا لي إخواني المتداخلين بشكل محاور لأن أكون تكرار راح أجمعهم بالضبط بهالشكل. خلي نبدي محور أول هو اليونسكو. ليش بدنا نجيب اليونسكو وإحنا وين وشنو فائدة هاي اليونسكو؟ أول شيء خلي أعرف شيء، يعني اليونسكو هي مو ترى منظمة خارجة عن المجتمع البشري. الآن اليونسكو هي انبثقت من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي منه؟ هي شعوب الأرض، فهي تمثل شعوب الأرض، هي مو جهة خارجية. لكن أنا أقولكم بصراحة ما أظلم عليكم شيء وأنتم نخب، إحنا اليونسكو نخوف بيها. ترى اليونسكو مو هدف، يعني أنا من أفوت بوادي السلام، أنا بصراحة صح يعجبني يكون وادي السلام على لائحة اليونسكو، بس أنا يعجبني وادي السلام يكون نظيف، يكون بقدسية، يكون بكذا. فمضطر لأن ما عندي صوت يوصل لا الحكومة ولا حكومة محلية ولا عالمية ولا ما أعرف مين، فأقوم أخوف بهاي الكلمة. شو أقول؟ يونسكو. والناس أعداء ما جهلوا أقول يونسكو يونسكو، حتى كل ما فوت بالمقبرة يتلقون أجوا اليونسكو وراحوا اليونسكو يتخوفون. فهذا موضوع اليونسكو. وإلا إحنا لازم نكون جزء من البشرية لأنه انحرمنا من هذا 13 سنة حصار. الشيء الأهم من هذا المحور وهو موضوع اللي هو مسوينا هاي الإشكالية كلها، موضوع عدد الزوار والضغط الوظيفي على القائمين على إدارة العتبات. هذا لازم نشعر به، لازم إحنا كلنا نخلي أنفسنا بمكان حج زهير أستاذ صاحب الإدارة الحالية، الإدارة القبلهم، هم هذا من أساسيات واجبهم. أنا أقول خلينا نتكلم، إحنا لو نتكلم علم لو عاطفة، إذا نتكلم علم الكلام يصير غير شكل، إذا عاطفة والحدود تنكسر شوكت ما كان وتطب الملايين من كل بقاع الأرض، لا إحنا نعزل هذا المنبر ونسكت. إذا نتكلم علم أكو موضوع مهم اسمه كراود داينامكس. هذا شنو؟ هذا يدير التجمعات البشرية مثل ما يدير حركة السيارات في الطرق. هذا لازم إحنا نبدي نفكر به، لازم نخطط للزائر منين يطب وش قد يبقى وين يتحرك وين يروح. أما إحنا نفكر لازم رقم اللي هو غير محدود ولازم ملايين، أنا أقول بعد لا نفكر بتراث ولا نفكر، خلنا نمسحها المدينة القديمة ونسويها ساحة ونقول يا ناس على مود يوم بالسنة تعالوا قعدوا بهاي الساحة ونجيب لكم أكل وكذا وباتوا وبعدين روحوا وانتهت وباقي أيام السنة. وين هويتنا؟ وين تراثنا؟ وين عمراننا؟ فهذا الموضوع لازم الدولة تحسب حسابه، لازم أكو شيء اسمه كراود داينامكس وأكو عدد للزوار يدخل، وإحنا مسؤولين عن أمن الزوار وسلامة الزوار مو بس راحة الزوار. هذا لازم يأخذ بعين الاعتبار ونترك هاي الفوضوية الآن اللي في الزيارات المخصوصة تنسد الطرق وبالتراب وكيفية القضية وكذا وماكو تخطيط. بدون ترى بدون هذا التوجه ماكو حل وسطي. سأل علي عزيزي وتلميذي علي البحراني ماكو وسطية، صعب.
أنت تي تحافظ وتريد عدد 600,000 6 ملايين بعدين 60 مليون بعدين ماكو. لازم الوسطية تعتمد الطريقة العلمية هذه اللي هو اعتماد هذا العلم المتخصص. وأذكر مثال واحد بس، ولو السعودية فشلت مع الأسف في هذا الموسم في ميناء، لكن هم استعانوا بخبير أسترالي يدرس حركة النمل. يعني هذا يأخذوا من حركة النمل، الله سبحانه وتعالى أودع للنمل قوانين للحركة بحيث ما يتقاطعون أبدا. فلهذا أكو أستاذ أسترالي مسوي نظريات رياضية الموديلينج، مسوي موديلات لحركة النمل، وهذه يطبقوها بالحج والكذا إلى آخره. محور نعم فشلت مع الأسف أنا أقول هالسنة وكذا، لكن كلكم رايحين للحج وشايفين. أنا إذا ما دام مرينا بالحج، يعني إذا أستاذ زهير يسمح لي مثال مدينة المنورة، هو ناجح، هو ناجح إذا نحكي كعدد، لكن هو أنا أسمحوا لي أقول هذه الكلمة، هو فاشل في إظهار شخص النبي. كلنا إحنا رحنا للمدينة وكنا تمنينا أمنيات صادقة، أريد نشوف النبي وين قعد، وين أكل، وين شرب، وين عاش. هذه المدينة اللي أقام بها الدولة مالته شنو شكلها؟ أنا طبعا بقيت شوية فترة لأن الطيران تأخر، قلت خلي أتبع النبي وين صلى المساجد هذه. يا سبحان الله، أكو رينج رود شارع 60 يسموه، أكو مسجد يسموه مسجد المباهلة، وأكو مسجد ثاني نزلت به فضل الصلاة على محمد وآل محمد. قلت أي باه شوف النبي مسجد وين رايح عابو شارع 60 حتى يصلي، لأن يدري أكو وراء راح يجون ناس يهدمون كل آثاره. دكتور سامي عنقاوي معماري التقى بي أستاذ صاحب أستاذ زهير في ألمانيا، حصل 300 أثر للنبي المسح. فكيف يكون هذا مشروع ناجح وهو هاي الصحون فارغة أكثر أيام السنة هي فارغة يلعب بها الهواء. المحور الآخر هو دور الجامعة، آسف دور الجامعة. نعم أنا أتفق ويا ست ابتهال وكل اللي سألوا عن دور الجامعة، مع الأسف ليس لها دور. الجامعة مو أخذ الجامعة هسا علي ناجي دكتور عبد الرزاق أو دكتور حسن، لا جامعة الأقسام المعمارية. يعني الآن أنا باحثين دي يتصلون بي باعتبار شوية جمعت معلومات عن النجف في أمريكا وفي دول مختلفة من العالم، ماكو أدبيات، ماكو غير كتب مال شيخ جعفر محبوبة وكذا ووصف وشي. أين الدراسات المعمارية لفلسفة العتبات المقدسة، المراقد، ليشيتش الإنهاءات، الأقواس، حتى نشوف نقدم أقسام المعمارية والجامعات إلهم نقدمة. وحق احنا نتصل بيهم بشكل وانا سويت دراسة والعتب مشكور نشرتها 200 نسخة مجانية، ما احتفظت بس واحدة، وزعتها على أقسام المعمارية قسم قسم. قلت لهم أريد عهد من عندكم على الأقل أطروحة تطلعون ماجستير بالسنة اسمها العمارة الدينية في العتبات المقدسة. حرام، واحنا عندنا أبنية مهمة، ولا كأنه لأن هم خريجين مدارس أجنبية يجوز، أنا ما أعرف هم يجاوبون عن هذا السؤال. المحور الآخر وهو الإيقاف، نعم هذا موضوع مهم، لهذا المبادرة أتت. هذا بمصطلح اليونسكو يصيحوا له الصون العاجل، أنه أنت تشوف الشيء خطر لازم تروح تتحرك إليه. نعم والمبادرة تأتي في هذا الإطار. آخر شيء دكتور حسن سأل عن مصير المشروع، نعم المصير المشروع أنا مثل مشروع عاصمة الثقافة كنت أدعي ليه النهار أنه ما يصير، بس لأني لغيته. دكتور عبد الرزاق شكل لجان ويعرف مصير اللجان وكذا، دعاء قبل فعلا. ليش؟ لأنه شوفوا هذا المشروع إذا قدم لليونسكو للآي سي كروم في باريس وان رفض ينرفض للأبد. فأنا هسه هم أقول أتمنى الآن ما يقدم على الوضع الحالي. ليش؟ لأن أمامنا مشكلتين، الأولى هذا موضوع الفنادق وهاي الصورة، إحنا كاتبين أكو مشهد بصري واتصال روحي واليدفن الميت ماله، قاعدين نكذب على الناس راح يجون لجنة. والثانية عدم قدرة الإدارة المحلية على إدارة المقبرة كما ينبغي. يعني بس ردنا الزبالة شوية تنشال قبل ما يجون الخبراء ما قدرنا، فكيف راح شلون يجون سواح ميجي سائح أجنبي ويشوف المقبرة على أحد تراث العالم يريد يزورها؟ شو راح يزور؟ شوف عيالق النايلون لو يشوف الأزبال. وتعرفون كلكم أكو مشكلة الآن قانونية وعالقة بالمحاكم بين البلدية وبين الوقف الشيعي على امتلاك أو إدارة المقبرة، والوقف الشيعي يريد النص القديم والبلدية تريد كل المقبرة. شلون احنا نتعامل ويا اليونسكو ونسجل ممتلك واحنا بهذا الخلاف القانوني؟ ماكو فرق، احنا انا بنظري يصير هيئة مستقلة
يعني حتى يصير اهتمام بها، لأنها حصير موقع مهم. وأنا أعتقد الكل يتمنى، مو بس يعني الحوزة الدينية، الناس اللي عندهم قبور كلهم يتمنون وادي السلام يصير مو هذا حالة. يا أخوان كل يعني زوروا مقبرة هاي بهشت الزهراء، إجا مدير المقبرة دا يراوينا المقبرة مال حديقة واحد اثنين كل الآن ويب سايت تدخل تزور القبر وفد تنظيم وسيارات. أنا أذكر مثال واحد، اتعجب هذا الشخص من شاف الجنازة فوق السيارة راد ينهار تتخبل، هاي شنو هاي شنو منظر هذا؟ قلنا له شنو جنازة فوق، وين وديها الجنازة؟ لا يقول إنسان، هذا الإنسان الله كرمه وخلقه، صدق هذا نص كلامه، هذا تخلوه يجيب هالشكل؟ قلت عدو شلون تسوون راوانا صور السيارات ما هاي مثل الفان وكذا الأموات وال... شكرا جزيلا. طبعا الحديث طويل وذو شجون. قبل أن ننهي رجاء أخوان، قبل أن ننهي يعني أود دعوتكم كل من لم يوقع على المبادرة أدعوه للتوقيع إذا رغب بالتوقيع على المبادرة. شكرا جزيلا لحضوركم ولتشريفكم.